أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك بعض النساء ليس عندها شعر بسبب مواد كيماوية أكلتها، فهل يجوز لها الوصل أو لبس الباروكة؟ بعض النساء ليس لها، ليس عندها شعر، يعني في رأسها صلع، يعني أي صلع، نعم، بسبب مواد كيماوية أكلتها، فهل يجوز لها الوصل أو لبس الباروكة؟ لا، عليها أن تعالج، إن فيه، سمعت إن فيه علاج لإنبات الشعر، لإنبات الشعر أو زرع الشعر، فإذا كان هناك علاج تعالج، أما الوصل ما يجوز، ولا لبس الباروكة ما يجوز هذا، نعم.